مشاهدينا أهلا بكم. مساعدات رمضانية بأياد بيضاء كويتية تقدمها إحدى الجمعيات الخيرية البنك الكويتي للطعام والمشهر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، جمعية خيرية تهدف إلى إسعاد الأسر المتعففة داخل دولة الكويت. مستخدمون تطبيق واتساب تداولوا رسالة نصية تضمنت أن الأسر المتعففة ستحصل على قسيمة مشتريات من الجمعيات التعاونية بقيمة 50 دينار، وذلك بعد تعبئة البيانات الشخصية لرب الأسرة مع ذكر نبذة عن سبب الطلب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الظاهر على الشاشة أمامكم. وبدوره فريق النشرة الإلكترونية قام بإجراء اتصال هاتفي مع أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم علي الحمر، والذي أفاد بالتالي: البنك الكويتي للطعام جمعية خيرية مشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نهدف لتحقيق يعني إسعاد الأسر المتعففة داخل الكويت. الحمد لله يتم توزيع أكثر من 1000 كوبون للأسر المتعففة، ونحن نستهدف هذه الأسر بدخول شهر رمضان المبارك، ونحن نستقبل تبرعات إخواننا المحسنين من داخل دولة الكويت. ونقول لكم تقبل طاعتكم، حياكم الله في موقع الإلكتروني، يقدر صاحب الأسرة المتعففة أو صاحبة الأسرة المتعففة التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني kuwaitfoodbank.org. وسعة مباركة، ونحن وإخوانكم مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام يسعدنا يعني مساعدة الأسر داخل دولة الكويت.